لحد اليوم دراسات فرجت إنه فيروس كورونا المستجد ما بينتقل بحليب الأم. الأم اللي عندها فيروس كورونا المستجد أو مشتبه بإصابتها بالفيروس فيها تردع طفلها مع تطبيق كل الاحتياطات اللازمة: وضع كمامة خلال الرضاعة، غسل الإيدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد لمس أو حمل الرضيع، الالتزام بالنظافة التنفسية، ثني الكوع أو استخدام المنديل عند العطس والسعال، تنظيف الأسطح وتعقيمها بشكل مستمر. في حال وجود عوارض قوية تمنعك من إرضاع طفلك مباشرة، في طرق بديلة لتأمن لطفلك المناعة اللازمة، مثل سحب الحليب من الثدي أو إعادة إدرار الحليب بعد زوال العوارض. وطبعاً مع الالتزام بالنظافة التنفسية اللازمة بالإضافة لتعقيم آلة سحب الحليب. تذكري إنه من الطبيعي تحس بقلق وتوتر بهالفترة. من المهم تهتمي بحالك تتقدري تهتمي بطفلك. حافظي على أكل صحي ونظام نوم مناسب. إذا حاسة حالك كتير متضايقة نفسياً، فيك تتصلي بال 1564، الخط الوطني الساخن لدعم النفسي.